بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده قصه عن سيدنا عيسى عليه السلام، قصه عن الحياه والموت. امراه مات ابنها، راحت لسيدنا عيسى وقالت: يا نبي الله يا عيسى، الست تحيي الموتى؟ ارجع لي ابني، رجع لي ابني، ابني مات، رجع لي ابني. فقال: يا امة الله، الحياه والموت بيد الله، إنما أحيي الموتى بإذن الله، يأمرني الله أو يأذن لي الله أن أحيي فلان فأحييه، أما أنا فلا أفعل، إنما هو بإذن من الله ولم يأذن لي في ابنك. فهي الست مش راضية تفهم، احيي لي ابني، أرجع لي ابني، رجع لي ابني، أنا عايزة ابني يرجع لي للحياة تاني. فقال لها سيدنا عيسى، حب يفهمها بطريقة عملية: تريدين أن أرجع لك ابنك؟ قالت: نعم. قال: سنفعل شيء، إن قدرتي عليه أرجعت إليك ابنك. هنعمل تجربة، لو قدرتي تعمليها أرجع لك ابنك. قالت: وما هي؟ قال: تذهبي إلى بيت في القرية وتطلبي من كل بيت يفتح لك حبة أرز. يا سلام، سهلة قوي طبعا. قال: تجمعي لي حب الأرز بعدد البيوت، بشرط أن أي بيت ليس به ميت قد مات لا تأخذي منه الحبة. تجمعي لي حبة الأرز من كل بيت ما فيهوش ميت. فبدأت المرأة اللي مش فاهمة هو بيقول إيه وعشان إيه تلف على البيوت وتخبط على البيبان، ممكن حبة أرز واحدة ليرجع عيسى إلي ابني؟ فالناس قال لها: طبعا طبعا، حبة رز واحدة، الرز كله، بس عندي لكم شرط. إيه هو؟ ألا يكون في بيتكم ميت. فيسكت واحد ويقول لها: بس أنا جدي توفى، كيف ما عندناش ميت؟ أنا أختي توفت، تروح للبيت التاني، كيف ما عندناش ميت؟ ده أنا ولادي توفوا زي ولادك، كيف ما عندناش ميت؟ ده أنا أمي ماتت الأسبوع اللي فات، تخبط على البيبان، كيف ما عندناش ميت؟ ده أنا أبويا مات وهو عنده 40 سنة، كيف ما عندناش ميت؟ وأنا عمتي ماتت وهي عندها 60 سنة. لفت على البيوت ورجعت سيدنا عيسى ما عندهاش حبة رز واحدة، وقالت له: فهمت يا نبي الله، فهمت يا عيسى، أصل أنت كنت عايز تقول لي الموت مكتوب علينا وكلنا حنموت ومفيش حد حيخلد، فاصبري. فقالت: يا نبي الله، فهمت وصبرت، ولكن لا ترجع لي ابني، ولكن ادعو الله أن يصبرني. فدعا لها سيدنا عيسى بالصبر. قصة جميلة تطبطب على قلب كل واحد مات له حد وهو بيقول مات فلان وكل البيوت مات فيها ناس، كأن المعنى كتب علينا الموت، وكأن ربنا لما قال لنا إنك ميت وإنهم ميتون، كلهم حيموتوا، ولو كان في حد حيعيش يبقى أنت يا محمد، لكن حتى أنت إنك ميت وإنهم ميتون. أنا بهدي القصة دي لكل حد مات له حد غالي عليه، حد بيحبه، معلش أصبر، ادعي ربنا يصبرك، أصل كلنا ميتين، الكبير والصغير، الشاب والكبير والعجوز، المرأة والرجل، كله ميت. ربنا يصبرنا ويصبر كل واحد مات له حبيب، بالذات اللي مات لها ابن من ولادها أو ابن من ولاده. يا رب نزل على قلب كل أم مات لها ابن السكينة والرحمة والهدوء، وصبرها يا رب العالمين. آمين آمين. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.